بداية أرحب بكم بنات التلميذات أبناء التلاميذ، كما أود أن أشكر جمعية الربيع على هذا النشاط النوعي والاستراتيجي الذي تقدمت به، وقد عهدناها دائما أنها تقدم أنشطة نوعية ضمن منهاج وتصور واضح في إطار بناء الكفاءات والبحث عن الكفاءات. كما لا يفوتني أن أشكر الأستاذين الجليلين الأستاذ السعيدي يوسف والأستاذ الرومي عبد الوهاب، العالمان الباحثان اللذان باتتئا يقدمان الجديد في إطار البحث في تاريخ المنطقة المغلوطة. هذا البحث بطبيعة الحال نحن في حاجة إليه كأطر مدينة الناظور وكأبناء منطقة الريف، لأنه غالبا ما كان يهتم به باحثون ومؤسسات ومعاهد خارجية قد تغيب في بحوثها الموضوعية والنزاهة. وما يثلج صدورنا وهو أنه ثلة من أبناء هذه المنطقة المرموقين قد شرعوا في خوض غمار البحث من أجل قراءة جديدة وموضوعية الهدف منها أولا وهو إعادة كتاب هوية وتاريخ هذه المنطقة في إطار تاريخ المغرب، إنه حينما نتحدث عن منطقة الريف نتحدث عن جزء من هذا المغرب المتنوع في ثقافته والمتنوع في تاريخه والمتنوع كذلك في يعني الأشكال اللغوية والأشكال الثقافية. إذن من أجل نهضة في هذه المنطقة ومن أجل تنمية في هذه المنطقة لا بد من إلمام واضح وراسخ بتاريخ هذه المنطقة. إذن لا أطيل عليكم، أشكر الشكر الجزيل لهذه البادرة، إن هذه البادرة هي بادرة نوعية بعيدا عن المحاضرات التي يغيب فيها التواصل الجدي وبعيدا عن الندوات التي تكثر فيها البروتوكولات والشكليات، فهذه الدورة التكوينية بحق تعد لبنة من لبنات التكوين والإعداد الجدي لأبناء المستقبل ولأطر المستقبل الذين هم أنتم. إذن فهنيئا لكم بأولا الأستاذين الجليلين وهنيئا لكم باهتمامكم بهذه المادة وهذا البعد الأساسي في الفكر ألا وهو تاريخ. وشكرا كذلك لموقع سيغانغا نت على جميع المجهودات التي يقوم بها من أجل تقريب المسافات وكذلك تقريب الأنشطة إلى المواطنين سواء كانوا في داخل المنطقة أو خارجها. وأشكركم مرة أخرى والمقر الجمعية ملتقى الأطر باسم رئيسه وأعضاء مكتبه المسير يرحبون بكم ويرحبون بجميع اقتراحاتكم، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. إذن فجمعية الربيع لتنمية الكفاءات وأواني تجديد المكتب النسل الإداري مؤخرا حاولت تستعرج برنامج عمل جديد هدف الزيس إلى تقوية القدرات التنمية الكفاءات للشباب التلاميذ الطلبة ذي المنطقة. إذن فمش تنمية الكفاءات للشباب المزلغان لمختلف المجالات والميادين لتسد من خلال مجموعة من البرامج مجموعة من الأنشطة الدورات التكوينية لتستطع جمعية الربيع ذي برنامج العمل مس الثالثة غزات والدورة التكوينية لتنظم نهارا تهدف ذي الإطار والتالي مشنيق كبريدا ويخدم جمعية الربيع يهدف الإرداء على تنمية الكفاءات للشباب المزرغان. الدورة التكوينية تهدف مش تسلم تسد ذي الميدان
تاريخ المنطقة دواء مضمت بشراكة جمعية ملتقى الأطر مدينة النظر حول موضوع التعرف على تاريخ الثقافي والمعماري للريف الشرقي. اختارت 20 أساتذة، 20 أساتذة باحثين بميدان تاريخ المنطقة، أساتذة غنية عن كل تعريف، الأستاذ عبد الوهاب الرومي، الأستاذ يوسف السعيدي. فبالنسبة للأستاذ عبد الوهاب الرومي هو يتناول المداخلة الناس البحث التاريخي للمنطقة، نعرف الواقع للآفاق النس، في حين أنه يقتصر الأستاذ يوسف السعيدي للمداخلة النس، تعريف الريف بعض المحطات باللمحات زي تاريخ الريف الشرقي. الآن مش نغ دورية تكوينية توجد في السياق أنه مش يجن تاريخ المنطقة نعرف يجن تاريخ غني، يجن تاريخ ضم قرن، لكن أنه زمان التاريخ ويوث تقشى التاريخ يتقتصر فقط في الروايات الشفوية، كذلك حتى التاريخ الرسمي وتشيبه حق الناس التاريخ المنطقة نعرف زمان يعانى يجن التهميش يجن التعتيم. وجمعية الربيع تحاول زبوز ديزنس أنه تساهم في زمان رد الاعتبار للتاريخ المنطقة نعرف وش نسم أنه الأهمية التاريخ ذي بناء أي حضارة. وكذلك الهدف زي النشطة ونتاء هو أنه الجمعية بالتنسيق بالأستاذين يوسف السعيدي يوسف بن رومير تحاول تهيئ إجن النخبة أستاذ عبد الوهاب الرومير الأستاذ يوسف السعيدي عفوا تحاول فيه إجن النخبة الطلبة التلاميذ المتفوقين زي أقسام البكالوريا على القسم الأول ولا القسم الثاني المستوى الأول ولا المستوى الثاني البكالوريا على أساس أن هي باش تقتح من ميدان تخصص التاريخ بصفة عامة نير تاريخ المنطقة على وجه الخصوص ذي دراسة نسن جامعية نير ذي دراسة نسن سنتا غازات. إذن فعلى العموم النشاط تويعدو يعني جيجن نقاش مستفيض جار التلاميذ ونجن نوع من التواصل ضم قران جار أساتذة التلاميذ يحاول أن تنفشن باش تعرف الأسرار الكامل التفاصيل التاريخ المنطقة نعرف. كذلك يعني من يسودنا التصدير النقاش وهو المعالم التاريخية المعالم إجان تاريخ المنطقة نعرف مع مثلا على سبيل المثال الكسير معلمة فصودا كذلك غيساسا كذلك مجموعة من المعالم يتوا حول أنه التلاميذ هذا يسمى شنب هذا يسمى شن أتعرف أكثر تاريخ المنطقة نسنا المنطقة نعرف ومنطقة الريف الشرقي على وجه الخصوص ما يمشي لي مرة يتهدف باش يعني بريباراني خمسين ألف وجدن يجون نخبة التلاميذ هذا فن غمار التخصص في ميدان التاريخ. إذا بالمناسبة نجدد تشكر الطلاب مرة ويساهم في تنظيم الدورة التكوينية الثانية وعلى الخصوص جمعية ملتقى الأطر ذات كذلك بدات تشخص نفوسك جمعية الربيع باش تخدم بريدة باش نحاول نوجه التلاميذ كوليجن ذي التخصص الناس كوليجن ذي الميدان الناس. كذلك نجدد الشكر للأستاذين الفاضلين يوسف السعيدين أستاذ عبد الوهاب الرومية لأن يجد مالا لنا يجد شبعة ذي ميدان البحث ذي التاريخ المنطقة يمشي من غيجان يتعانى زي أنه تاريخ واجبه وموثق. كذلك دون قالوا نتشكر مرة وسهما ذي تنظيم النشاطة لا من قارب ولا من بعيد والقارب أنه جمعية الربيع بدأ خدم ذي قبريداني غكوية على الناس من خلال مجموعة من الدورات التكوينية مجموعة من الملتقيات الثقافية والعلمية. والموعد نقص المناسبة سيمانة إيديوسي إن شاء الله يوم 21 أبريل الموعد نقص المسابقة كبرى بين الإعداديات تشمل مرة الإعداديات إجان ذي التراب البلدية مزلغان شنو إعداديات ابن سينا إعداديات محمد الفاسير إعدادية محمد زرقطوني وكذلك إعداديات ثانوية الإعدادية بني سيدان الجبل. هذه لجنة المسابقة جاء التلاميذ المتفوقين زي الإعداديات المذكورة ذي مختلف المواد العلمية والأدبية نستتم كذلك أنه تفاوض المسابقية الأهداف في سنة أخرى ومجنية غربدة جمعية الربيع تخدم كبرين النس من أجل غد أفضل للتلاميذ الطلبة النق من أجل غد أفضل للشباب المزنغان الشباب المنطقة خدمة للمنطقة النق والوطن بصفة عامة. والسلام عليكم. سيسم جمعية الربيع لتنمية الكفاءات رانش تشكر الأستاذين السي يوسف السعيدي السي عبد الوهاب الرومي وتشكر الجمعية ملتقى الأطر إذا غيوفرنا المقرة باش نلقى النشاط ونتتين. فيما يخص جمعية الربيع متفقة وتبدي بودا نتتينوها وإنما توصل الأنشطة التكوينية وإن شاء الله ثانية تنقطوها في البداية لأن مجموعة الأنشطة النغنية ذي الدومينو نتتين مش راح تصير أخذ دورية تكوينية وإنما السيور خمن ما يسمى يعني بالسنة الدولية للكيمياء
في إطار الاحتفال بالسنة الدولية للكيمياء، الاتحاد الدولي للكيمياء اختار تم اقتراح حديث مجموعة من الأنشطة يعني على الصعيد العالمي. جمعية الربيع لتنمية الكفاءات ارتأى أنها لن تشارك ولو يعني بسجن النصيب ضم الزيان في المشروع وانتتب. غانغ لجنية رأسية الدكتور عبد الحكيم بيلال، تد الأستاذ مادة الكيمياء في كلية متعددة التخصصات ودابي معرض السنمث. غانغ ذي سجن مجموعة من الأنشطة نزو يعني خاصة تلاميذ الشعبة العلمية، واللي غادي تجي أفضل عرف للكيمياء، أفضل بحث، أفضل بوستر، هذه ستقدم جمعية الربيع، ومن مجموعة الجوائز للحفل النهائي اللي غتدي الجمعية. بالنسبة للعروض، الدكتور عبد الحكيم بيلالي اقترح يعني تاريخ الكيمياء عند العرب، في الكيميائيين العرب، ولكن تسمى بما أن تلاميذ مغاس نجي مجموعة الالتزامات تسمى البحث دي دومينو وانتتين، نجي نقطة أنا عزمي يعني فوا، واللي غادي يجي شان البحث دي المادة الكيمياء باش الميكا، هذا الأساسي تقدم، واللي غادي يجي شان العرض يخسى في يلقى، يعني وهذيك عرض ديال الكيمياء الأساسي تقدم، ثم أفضل بوستر، يعني غتقدم إجن الوثيقة اللي تصور شان الكيميائي في مجموعة المعلومات الكيميائية وانتتين، فجمعية الربيع خاصة تطوع الناس التلاميذ الطلبة وفي ميدان التكوين تعزمهم في ورا مرة قرأوا مرحبا بكم معنا ودمتم للجمعية أوفياء ودامت الجمعية لكم وتحية ربوية وأستسمح وشكرا.